السلام عليكم، معكم سالم من اندرويد. هاي الحلقة 26 من سلسلة ألعاب اندرويد. خمس ألعاب اليوم. أول لعبتين شبيهات بفلافي بيرد، ما شايفين بس على غير شكل. اللعبة الثانية كما قلت لكم شبيهة بهاي اللعبة، تقريبا اثنين نفس اللعبة نفس الشكل. هاي اللعبة كرة قدم، والرابعة بليارد، والخامسة سيارة. خلينا نشوف أول لعبة. دعم القناة، دعم كل ناس تدعم القناة، بس الأكثرية يدعمون رجاء. يعني راح يصير لنا تقريبا نص سنة واحنا 500 ما جايبين. أجل بهذا نهاية شهر 12 أنا فتحت القناة، أول فيديو نزلته بالقناة يوم 1/6. فأتمنى يعني على الأقل يصير عندنا 500 مشترك نص سنة على الأقل. فبعد هواي قدامنا يعني تقريبا اكثر من نص 160 هسه عندنا، يعني لازم 250 بس النص. المهم عندنا شهر تقريبا شهرين الا 10 ايام ان شاء الله نجيب بيها 500 مشترك. هاي اللعبة، خلينا نشوف اللعبة اللي بعدها. طبعا هاي الألعاب أبد ما أفوز بيها، يعني أكثر شيء ماكس 5 مثل ما تشوفون. هاي اللعبة، خلينا نشوف اللعبة الثالثة. لودينج. بلاي. تختار الشيء اللي يعجبك انت. بلاي. اوه. جول. حلو، لعبة كلش حلوة. بس نبيها هواية تسليم. هاي اللعبة، وهنا عندك عدادات للعبة. هنشوف اللعبة اللي بعد. جوجل بلاي. Game start. This play. Oh. هاي أسرع. بس مجرد يعني شوف واحد يشتغل أو لا. ما خسرنا. والجيم الثاني اتوقع. المهم هاي اللعبة، خلينا نشوف اللعبة اللي بعدها. لا هذا ماشي.
طبعا هي اللعبة يعني بلا ما انت تدوس بانزين هي تمشي، بس انت عليك يمين ويسار بس. اللعبة شوية يعني بيها صعوبة، احد يستهين بيها. هذا تشوفون كل صعبة. يا السيارات اللاسلكي تقريبا الشكل هذا بها هذا اللاسلكي وشكلها يعني مو كبير. اوه قطع الطريق. هاي اللعبة انتم تشوفون، هاي 5 ألعاب اليوم. لا تنسون دعم القناة بالشير، سبسكرايب والشير والكومنت. في نهاية الحلقة نسوي لايك شير وكومنت. كان معكم سالم، مع السلامة.